السلام عليكم ورحمه الله. تيجي نكمل قصتنا بتاعت الدايركت كارنت. طب ايه رايكم بقى لو انا معايا سلك يحمل تيار كهربي اتحط في ماجنتيك فيلد، فهتنشا فيه فورس. تيجي نشوف منشا الفورس دي جت ازاي. تعالوا واحده واحده. السلك ده كاري كارنت، والكارنت اوت اوف بيج. وماله؟ جميل. ايدك اليمين تعمل ايه؟ ده التيار الكهربي وده الماجنتيك فيلد، هيبقى انتي كلوكوايز او كاونتر كلوكوايز. حلو قوي، جميل. اتحط في ماجنتيك فيلد بتاع ماجنت، ده نورث بول وده ساوث بول. الاول كنت عايز اقول لك حاجه، تعالى معايا كده. ايه رايك نرسم تينجنت هنا عشان يمثل الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد؟ فلما اجيب الواير ده واحطه هنا، اصبح ايه؟ على يمين الواير الماجنتيك فيلد بتاع الواير والماجنتيك فيلد بتاع الماجنت ان ذا سيم دايركشن، الاثنين طالعين لفوق، وعلى يسار الواير الماجنتيك فيلد نازل لتحت. اذا لو الواير ده اتحط هنا، على يمينه الماجنتيك فيلد بتاع الماجنت والماجنتيك فيلد اللي جاي من واير ان ذا سيم دايركشن، فيعمل لي ايه؟ هاي كونسنتريشن اوف ماجنتيك فيلد. وعلى اليسار الماجنتيك فيلد بتاع الواير والماجنتيك فيلد بتاع الماجنت ان اوبوزيت دايركشن، واحد طالع واحد نازل، فيبقى لو كونسنتريشن اوف ماجنتيك فيلد. فتنشا فورس على الواير، تنشا قوه. منين؟ من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، من التركيز العالي للتركيز الواطي، فيضرب الواير في الاتجاه ده، فالواير يروح من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. طب ايه رايكم تيجي نشوف الكلام ده بيتعمل بالايد ازاي؟ باي فليمنج ليفت هاند رول. ازاي؟ واحده واحده. ده الماجنتيك فيلد نورث تو ساوث، والكرنت طالع من الورقه، فاصبح لو ده الماجنتيك فيلد والتيار طالع من الورقه، فاصبحت الفورس ناحيه اليسار. جميل. الفورس بنجيب الدايركشن بتاعتها بفليمنج ليفت هاند رول، اف بي اي. صباع ده للفورس او الدايركشن اوف موشن، تمام. ده الماجنتيك فيلد وده الدايركشن بتاع الكرنت. جميل. قيمه الفورس الجنرال فورميلا بتاعتها، الفورس بتساوي بي اي ال ساين ثيتا. بي هي قيمه الماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي الواير محطوط فيه، اي هي قيمة التيار الكهربي أو شدة التيار الكهربي اللي يمر في الواير، ال هو طول السلك في الحتة اللي موضوع فيها في الماجنتيك فيلد. بمعنى لو معايا سلك 10 متر بس كل الحتة اللي قاعد فيها 2 سنتي جوه ماجنتيك فيلد، هي دي اللي هاخدها. سيتا، سيتا is the angle between magnetic flux density and mean the wire which carry current. وإن شاء الله في فيديو مخصوص على الأنجلز بتاعت المنهج كلها. أوكي، تاخدنا الأحداث. لو أنا معايا two wires carry current in the same direction، يبقى الفورس ما بينهم attraction، والattraction فورس هنحسبها. الفورس بتساوي mu I1 I2 over 2 by dl. While if we have two wires carry current in opposite directions، يبقى الفورس ما بينهم repulsion، مش طايقين بعض فبيبعدوا عن بعض. وقيمة الفورس mu I1 I2 over 2 by dl. دي هي المسافة ما بين التو wires، وال هو السلك اللي محطوط في الماجنتيك فيلد. في عندي تركاية صغيرة هنا. لو الفورس اللي بيأثر بها الواير الأولاني على التاني 5 نيوتن، فتعرف إن التاني بيأثر على الأولاني ب 5 نيوتن. الفورس بنسميها ميوتوال فورس، بمعنى الأول بيشد التاني فور إكزامبل ب 5 نيوتن، فالتاني بيشد الأول ب 5 نيوتن. جميل. طيب سلك لفيته وعملته، شكلته وعملته ملف أو ريكتانجلر كويل، فأصبح إيه؟ أصبح عندي الآتي: ناحية هتتولد فيها فورس الفوق، وناحية هتتولد فيها فورس التحت. فأصبح هنا عندي إيه؟ عندي two forces equals in magnitude opposite in directions، their line of action is not the same، لا يعملان على خط عمل واحد.
طب وتكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة ترك، عزم ازدواج، يعمل إيه؟ يلفف الملف. الله، طب لما الملف يلف جوه كويل يبقى ده معناه انه حصل ايه؟ حصل حاجة عندي اسمها ترك. الترك بيساوي بيان ساين سيتا، بي اي اي ان ساين سيتا، بي قيمة الماجنتيك فلوكس دينسيتي، اي كورنت انتنسيتي، اي اريا الكويل اللي قاعد في الماجنتيك فيلد، ان نمبر اوف تيرن، سيتا سيتا از ذا انجل بتوين ماجنتيك فلوكس دينسيتي ان نورمال تو بلين اوف ذا كويل، او سيتا از ذا انجل بتوين ماجنتيك فلوكس دينسيتي ان دايركت او اند ماجنتيك دايبول مومنت، الماجنتيك دايبول مومنت. وتاني بفكرك في فيديو مخصوص على الانجلز بس. اوكي، الترك اهم الاجهزه اللي عندك في المنهج، اتنين بيعتمدوا على الترك. اول واحد الجالفانوميتر، الجالفانوميتر اللي بنستخدمه علشان اقيس بيه فيري ويك كرنت، الايديا اوف اوبريشن بتاعته بيزد اون ترك، بمعنى ان في ناحيه هينشا فيها فورس لفوق وناحيه هتنشا فيها فورس لتحت، فيلففوا الملف ده هيسي هيلف ان كلوكوايز دايركشن او انتي كلوكوايز او انتي كلوكوايز دايركشن. والجهاز الثاني في المنهج عندك اللي بيعتمد على الترك او على عزم الازدواج هو الدي سي موتور، الموتور الكهربي اللي بنستخدمه في الخلاط، اللي استخدمه في المروحة الكهربية and so on. ده اسمه دي سي موتر، بيعتمد على الترك اللي قيمته بيان ساين سيتا. بالمناسبة يعني لما اجي في الجالفانومتر واجي اقول الترك في الجالفانومتر هقول بيان بس ومش هدخل سيتا في الموضوع. ليه؟ لانه الكويل exists between concave poles of magnet، عشان الكونكيف بولز اوف ماجنت بتعمل لي حاجة اسمها راديال ماجنتيك فيلد، والراديال ماجنتيك فيلد تو بي شور ذات بلين اوف ذا كويل اولويز بارالل تو ذا فيلد، ففي اي لحظة من اللحظات الترك بيساوي بيان. عايز اقول لك حاجة معلش تاني على ده، عارف ان ده الجالفانومتر ما ينفعش يقيس الترناتيف كارنت. ليه؟ لان الالترناتيف كارنت بيغير الدايركشن، فهلاقي البوينتر رايح جاي رايح جاي رايح جاي بسرعه حوالين الصفر لما يكون الزيرو ريدنج ان ذا ميدل، لدرجه ان عينك هتشوفه اسمها بنسميها زيغ او بلورنج، فتلاقي عينيك بتعمل ايه؟ شايفه البوينتر كما لو كان عند صفر. بس خلي بالك السؤال ساعات يجيني يقول لي لو انا حاطط alternative current بلو frequency فلاقي البوينتر بيوسيليت around the two sides of zero، لكن لو قال لي انا وصلت الجالفانومتر بالترناتيف كارنت ويز هاي فريكوانسي فيبقى البوينتر رايح جاي حوالين الزيرو بسرعه لدرجه انه كانه واقف عند زيرو. عايز تقيس كارنت كبير يبقى تحول لاميتر، أميتر يبقى هنحط شنت ريزيستنس. شنت ريزيستنس is a resistance connected in parallel with galvanometer coil. شنت ريزيستنس has a small value فيبقى RS بتساوي IG RG over I minus IG. IG هو الماكسيمم كارنت passing through the galvanometer to obtain full scale deflection. RG هي الريزيستنس of galvanometer. I هي قيمة الكرنت اللي هيقيسه الأميتر بعد الموديفيكيشن بعد التعديل. حلو، وإذا جبنا سيرة الأميتر يبقى اوعى تنسى الجراف ده عشان من أهم ما يمكن. ده الكرنت اللي ماشي في الأميتر، وهنا الريسيبروكال اوف شنت ريزيستنس، فتطلع لي العلاقة بالشكل ده. خلي بالك النقطة دي اسمها ايه؟ اي جي. لو حبيت تجيب السلوب بتاع الجراف فهيطلع I minus IG وهنا واحد على RS، فيبقى السلوب بيساوي I minus IG على واحد على RS فبيساوي I minus IG multiplied by RS. لو رجعنا كده ورا
I minus IG multiplied by RS فيديك مين؟ IGRG اللي هي VG. بيني وبينك تعال أنا وريتك جت مني، بس عايز أقول لك حاجة، أول ما تشوف الجراف ده بالذكاء كده على طول، هنا ده كارنت، فيبقى النقطة دي لازم تبقى كارنت، وأني كارنت IG بالذكاء. لما أعمل ديفيجن للكارنت هي I divided by 1 على RS، فبقت I في RS، يعني current multiplied by resistance، يبقى ال I في ال R يديني voltage، يبقى السلوب يديني voltage. يبقى تاني النقطة دي اسمها IG والسلوب بيساوي VG. جميل. طب يعني الalternative current ده ملوش أهل حد يسأل عليه؟ لا. ليه؟ مين؟ الهوت واير أميتر اللي الفكرة بتاعته بتعتمد على إيه؟ نتيجة لمرور التيار الكهربي في السلك، فالسلك بيسخن فبيحصل له إكسبانشن، قم إيه؟ يتشد، فالبوينتر يتحرك. ده اسمه هوت واير أميتر، بيعمل بيقيس دي سي اللي هو دايركت كارنت، ويقيس الإفكتيف فاليو أوف ألترناتيف كارنت. ليه؟ لأن الفكرة بتاعته مبنية على الهيت إفكت، فإذا مشي دايركت كارنت هيحصل هيت، وإذا مشي ألترناتيف كارنت هتحصل هيت، فده بيستخدم لقياس الاتنين، لكن أساساً إحنا عاملينه to measure the effective value of alternative current. خلصت الحتة بتاعت النهاردة، اوعى تنسى تحل السؤال، اوعى تنسى تكتب الستيبس وتحط على الصفحة، تعمل بوستنج بالكلام ده علشان نتفرج على إجابتك ونشوف مين الفايز، اللي هو الفايز إن شاء الله معانا وإن شاء الله في آخر السنة. الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة، هتوحشونا، مع السلامة.